وحشانا يا جدة. وحشانا يا جدة، وحشانا قوي قوي، وحشاني أنا أكتر واحد. وانتو كمان وحشتوني قوي قوي، مش عايزة حاجة تتبقى من الأكل ده. ما تقلقيش يا جدة، احنا بقالنا أسبوع ما بناكلش يا فارس. وبعد الأكل بقى نلعب كورة. لا، بعد الأكل نسمع حدوتة من جدة بخيتة. يعني انت مش عايز تسمع حكاية يا حسونة؟ مش الفكرة، أني بس في أجازة دلوقتي وكنت عايزة اتبسط، ومستحيل أي حدوتة هتخلينا بقى مبسوط زي ملعب كورة أو أي لعبة تانية. طيب هتفق معاك اتفاق، أني هحكي لك حدوتة، ولو قدرت توقفني واني بحكيها وتروح تلعب كورة هجاني بنفسي ألعب معاكو. ونوقفها جون. طب ولو عجبته؟ يجي كل أسبوع يسمع حدوتة. اتفقنا. معلش ثانية واحدة، ممكن كل واحد خلص أكل يشيل طبقه؟ يا سلام حسونة، شيل طبقك. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، هحكي لكم حكاية بلاد الواق واق. اسمها غريب قوي، دي فين دي؟ دي بلاد موجودة في الحدوتة. حلوة دي، الواق الواق. أيوة، بلاد الواق واق شبه بلدنا بالظبط، وفيها ناس زينا بالظبط. بس بيوقوقوا. لا يا حسونة، هم كانوا عايشين من زمان زمان قوي. طيب وليه سموها كده؟ ما هو ده اللي هتعرفوه لما تسمعوا الحدوتة. كان يا مكان في بلاد الواق واق، كان فيه شوية ولاد بيتقابلوا على طول ويلعبوا مع بعض. أنا عايزاكوا تغمضوا عينيكوا، وكل واحد فيكوا يتخيل إنه بقى واحد جوه الحدوتة في بلاد الواق واق. طب قوللنا شوية تفاصيل عشان نعرف نتخيل. البلد دي كان ليها ملك، والملك كانت عنده بنت واسمها هنية، يعنني. ماشي. والبنت دي كانت كل يوم تتسحب وتخرج من البيت وتروح تلعب مع أصحابها الأطفال من غير ما يعرفوا إنها الأميرة هنية بنت الملك. محدش فيهم كان عارف إنها بنت الملك، ومحدش فيهم كان عارف إنها كأميرة بتتمرن طبعاً على الجري والتنشين وركوب الخيل والسباحة. بس هي كانت بتحب تلعب معاهم عشان مفيش حد فيهم بيحسسها إنها مختلفة. ينفع كده؟ ولا
والدي أني أنت إيه؟ في أميرة صغيرة زيك تتسحب وتخرج من البيت من غير ما تقول أني بحب ألعب مع أصحابي، ولما تتخطفي ولا يحصل لك حاجة مفيش حد فيهم يعرف إن الأميرة هنية، فاكريني واحدة عادية يا والدي. بيتهيألك أكيد عارفين، وممكن جدا حد يخطفك أو بس يا معلم مشرم، أدي إحنا عرفنا حاجة هتخلينا نوصل للي إحنا عايزينه. أنت بتفكر تخطف الأميرة سي فلعص؟ فلعص إيه يا معلم؟ ملقط؟ أيوة بقى، نخطفها ونطلب فدية. نطلب إيه يا أخويا؟ نطلب فدية؟ ما نطلب إيدها أحسن. فدية تقعد اللي نطلبها دي؟ أمال نطلب إيه؟ حلم حياتي، الحاجة اللي بقالي سنين نفسي تحصل وما بتحصلش. إيه يا معلم؟ نفسك تبقى مطرب مشهور؟ مطرب إيه يا مغفل؟ أنا عاوز آخد الصولجام. صولجام الملك؟ وأبقى ملك بلاد وائل وائل. طب وأنا؟ هتبقى صبي الملك، الوزير يعني. طيب ما ينفعش أبقى الحصان أو الطابية؟ طابية؟ طب يلا يا أخوي. أو أبقى أستاذ دكتور؟ ولا ما تخلقنيش ياد، أنا مستحملك بالعافية عشان أبوك اللي هو عمي موصيني عليك يا أخويا. لا مؤاخذة يا ابن عمك. بص يا ناصح، إحنا لو خطفناها هتبقى مشكلة وحنتعب نفسنا على الفاضي. أنا بقى عندي فكرة تانية أحسن من ده كله. هتخلي أبوها يجيلنا لغاية عندنا ويترجانا عشان ناخد منه الصولجام ونعالج له بنته. نعالجها؟ هي عيانة؟ هتبقى عيانة. إزاي؟ تلك هي القضية، ذات الزبروجلم. وده بقى يا ولاد اللي حتعرفوه بكرة لما كمل لكم الحدوتة. لا يا جدة، كملي لي حتة كمان، قولي لنا هيحصل إيه؟